ضوابط بين الحاكم والمحكوم وقواعد ناظمة للحكم في البلاد، ميزان الدولة الحديثة وصراطها المستقيم، هذا هو الدستور وتلك علة وجوده. في سوريا البعث والأسد وخلال أكثر من 70 عاما لم يكن الدستور سوى شماعة للاستئثار بالسلطة، وبنوده معطلة بأمر الحاكم. اللجنة الدستورية تستأنف أعمالها قريبا، وبعد عامين على اجتماعها لم تكن جلساتها سوى طبخ للحصى. الدستور والدولة ودور العملية الدستورية في الحل السياسي، نقاشنا اليوم في منتدى دمشق، أهلا بكم. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من الدوحة الأكاديمي والمحامي الدكتور حسام الحافظ، ومن ستوكهولم المحامي والخبير القانوني الأستاذ عيسى إبراهيم، ومن فيينا عضو اللجنة الدستورية السيد بشار الحاج علي. أرحب بضيوفي الكرام جميعا، ونذهب لنتابع هذه المادة ثم نعود للنقاش. يشكل الدستور أسس التعاطي بين الحكام والمحكومين وجوهر التعاقد السياسي والاجتماعي بينهما، وينال أهمية كبرى في الدول التي تشهد تحولاً ديمقراطياً. اللجنة الدستورية السورية يتم الحديث عن استئناف أعمالها وسط أجواء سياسية ضبابية، وهي التي عقدت أولى اجتماعاتها في 30 من تشرين الأول عام 2019. مهمتها صياغة دستور للبلاد أو إجراء تعديلات على الدستور الذي أنتجه النظام عام 2012 كأحد بنود الحل السياسي في سوريا. وفوز طرف على طرف ليس نصرا لكل السوريين. ما يقارب العامين على اجتماعات اللجنة لم تنتج حتى اللحظة ما يدعم العملية السياسية، ويرى خبراء أن تشكيلها لم يكن في أساسه دستوريا، فالدستور يتم إنتاجه عادة عن طريق برلمان أو هيئة منتخبة، بينما يرى آخرون أن وجود اللجنة كان ضرورة دفع إليه واقع سوريا المعقد، أملا بتحريك الأطراف السورية نحو الحل السياسي. شهد تاريخ سوريا الحديث خلال قرن إنتاج مجموعة من الدساتير، أولها عام 1920 في عهد الملك فيصل، بينما يعتبر دستور عام 1950 من أبرز الدساتير السورية والذي استمر تطبيقه حتى قيام الوحدة عام 1958، لتأتي بعده الدساتير البعثية المتعددة والتي تعتبر حبرا على ورق نظرا لتعطيلها من قبل النظام الحاكم وجعل البلاد لحكم المتنفذين، فغابت سلطة القضاء وحياديتها وسط قيادة البعث للدولة والمجتمع. فما أهمية إنتاج دستور جديد في البلاد في ظل تغول النظام وميليشياته مع استمرار تغييب سلطة القانون، وفي ظل التحكم القمعي في مفاصل البلاد، البلاد التي تعج بالاحتلالات والقوى المتنفذة، بينما يضيع أبناؤها في تقسيمات حدود وأعلام مختلفة. إذن محاورنا لحلقة الليلة، أولاً، هل خطوة إنتاج الدستور لها أهمية في الحل السياسي السوري؟ وما الهيئات المسؤولة في الدول عن مشاريع إنتاج دساتير عادة؟ وما أهمية الدستور في بلاد لا تحترم سلطاتها القوانين أصلا؟ أرحب بكم ضيوفي من جديد. أستاذ عيسى إبراهيم، أبدأ معك. صياغة الدستور عادة أين تقع في عملية الحل السياسي أو الانتقال السياسي إن صح التعبير؟ مساء الخير، شكرا جزيلا على الدعوة. أهلا بك. بداية، الحل السياسي يكون هو الأساس والمدخل، ومن ثم يأتي الإطار القانوني لترسيخ الحل السياسي. في سوريا تم اجتزال الأمر واختصاره إلى لجنة دستورية. بهذا المجال وقعنا في إرباك شديد، فاللجنة الدستورية أيضا لم تكن منبثقة وفق الأصول
ولم تكن معتمدة من أطرافه بشكل موثوق ويمكن أن تمسك به هذه الأطراف على الأقل من قبل النظام. وبالتالي هناك مدخل خطأ في العملية الدستورية نتج عنه هذا التشويش اللاحق الذي نحن فيه. بداية، هل تعتقد أن ما حدث أستاذ عيسى هو اختزال لعملية الحل السياسي أم أنها نقطة بداية؟ يعني هكذا جرى التوصل إليها من عدد من الضامنين في الشأن السوري ورعتها الأمم المتحدة بشكل أو بآخر، يعني خاصة أن أعضاء اللجنة الدستورية يعني جرى ترشيحهم من الطرفين، من الأطراف، يعني من النظام والمعارضة. بداية كما قلت مدخل الحل هو سياسي ومن ثم يتم تأطيره والارتكاز على المدخل القانوني. بداية لم يطرح حل سياسي إلا وفق القرار ومرجعية جنيف 22-54 وبياني فيينا السابقين اللذين هما من الأهمية بمكان، ولكن لاحقا تم الاختزال إلى سلة واحدة هي سلة الدستور، وتم الوصول لهذه المرحلة بدون مراعاة الحل السياسي وبدون مراعاة أن يكون ذلك مترافقا مع السلات الأربعة. وبالتالي أنا باعتقادي هناك خطأ مقصود أوصلنا إلى هنا. ممن الخطأ المقصود؟ خطأ مقصود من قبل الدول التي لها مصلحة باستمرار النزاع السوري. النزاع السوري أصبح مصدر دخل للجميع، وبالتالي استمراره ضرورة للجميع حتى يحقق هذا الجميع مصالحه، خاصة في ظل غياب إرادة سورية حقيقية وارتهان بمعزل عن النوايا الطيبة من عدمه لممثلي اللجنة السورية من عدم الموجودين، ارتهانهم للمواقع الجغرافية التي يقعون بها، وأيضا افتقار إلى الخبرة القانونية باعتبار اللجنة السورية يجب أن تعتمد على خبراء في المجال القانوني وفي كل منحة. طيب لو كان الوضع طبيعيا، يعني لو أراد السوريون أن يطبقوا الوثائق الأممية كما كتبت، كيف كان يجب أن يتسلسل الموضوع؟ بداية يجب أن يكون الحديث عن التوافق السياسي، أي تطبيق مرجعية جنيف ومن ثم الانتقال إلى حالة من البيئة الآمنة المحايدة التي تحقق مجال لقيام جمعية تأسيسية هي تقوم بعملية تحقيق الدستور. طيب دكتور حسام، يعني بعد مداخلة الأستاذ عيسى، من يفترض به أن ينتج الدستور في أي عملية سياسية أو في أي عملية انتقال؟ مساء الخير لك للضيوف وللمشاهدين. من الطبيعي أن يعني إنتاج الدستور، عملية كتابة الدستور، مشروع الدستور يجب أن تأتي عبر ممثلي الشعب. يعني هي عملية قانونية بامتياز بالدرجة الأولى، لا يمكن أن تنتج إلا منبثقة عن إرادة شعبية. ترجمة هذا الإرادة الشعبية تأتي عن طريق ممثلين الشعب، أي عن طريق جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية منتخبة وفق قانون انتخاب عادل، يمثل يعني تنقل ممثلي الشعب، ينقلوا إرادة الشعب عبر عملية كتابة الدستور وفق أيضا ضوابط قانونية محددة. يعني تجارب الدول علمتنا أن أي افتئات على هذه الضوابط، منها الشفافية والحرية وحرية الصحافة، أنه عملية كتابة الدستور ليست ككتابة أي نص عادي، هو ليس نص فني، هو نص عملية كتابته قد تكون أهم من النص نفسه. كما نقول أن عملية الوصول للدستور بأهمية أو ربما تفوق أهمية نص الدستور نفسه. فإذا جمعية تأسيسية هي المناط بها كتابة الدستور. تاريخيا كان هناك يعني عبر الزمان تجارب أخرى طبعا، لكن طواها الزمن لأنها لا تنسجم مع عملية ديمقراطية. يعني منحة من الحاكم، لجنة تتفق على مسودة الدستور حتى لو عرض فيما بعد على الاستفتاء، لأن الاستفتاء أيضا له مشكلاته إن لم ينبثق المسودة الأولى يعني بشكل كامل عن ممثلي الشعب. فإذا ممثلي الشعب، الإرادة الشعبية هي التي يجب أن تترجم من خلال الجمعية التأسيسية. طيب هل تعتقد أن موضوع يعني الوصول أصلا إلى انتخاب الجمعية التأسيسية كان ليكون متاحا يعني في السياق السوري؟ يعني في هذه الحالة هل تعتقد أن صياغة الدستور يمكن أن تشكل دفعا بدورها للعملية السياسية التي اتضح أنها متعثرة، ويعني حتى تجاوزت الوقت الذي حددته الوثائق
الأممية على سبيل المثال، أم أنها ستشكل عائقاً آخر أمام انتقال سياسي كما يريده السوريون؟ يعني لنكون واقعيين وعلميين، لا يمكن، يعني كما قال الأستاذ عيسى، لا يمكن الوصول إلى مرحلة كتابة الدستور قبل الاتفاق السياسي. البيئة السياسية المناسبة هي والحيادية والآمنة كما نص بيان جنيف وكما نص القرار 2118 و2254، البيئة الآمنة الحيادية التي تمكن ممثلي الشعب من كتابة الدستور هي الأساس. إذن اتفاق الانتقال السياسي أولاً، كتابة نص الدستور بهذه الطريقة العبثية، يعني حتى إذا ما نكون واقعيين جميعنا نعلم بأن اللجنة الدستورية لن تلتئم بشكل صحيح ولن تتمكن من كتابة مسودة الدستور بالنتيجة، فهي مضيعة على الوقت. يعني 3 سنوات أصبحت اللجنة الدستورية بديلا عن العملية السياسية المركزية في جنيف التي كان من الممكن أن تتوصل إلى بعض المشتركات السياسية مما يشكل قاعدة كافية أو ربما قريبة من أن تكون كافية في المستقبل القريب لإنتاج اتفاق سياسي. اللجنة الدستورية للأسف لم تكن إلا مضيعة للوقت، وهي بالأصل تفسير روسي للقرار 2254. ممثلي يعني من شارك في اللجنة الدستورية، مع أيضا أقول مع يعني بصرف النظر عن النوايا، حسن النوايا موجود أكيد، لكن بالنتيجة كانت مشكلة كبيرة أضاعت الوقت من جهة، ومن جهة أعطت شرعية، يعني لا يشكل هنا الدستور لا يشكل بديلا عن أي حل سياسي، لا يشكل الدستور في هذه الحالة أي بديل عن الحلول السياسية. لا، هو سوف لو أتى في سياقه التاريخي الزمني الصحيح كان ممكن أن يكون مكملا ومرسخا للعملية السياسية، لمنتجات العملية السياسية والاتفاق السياسي. أما أن نأتي إلى منتج يجب أن يكون يعني زمنيا بعد الاتفاق السياسي ونضعه قبله، هذه عملية عبثية. طيب هلأ تفضلت أن المرجعية كما يبدو أو المظلة هي روسية بشكل أو بآخر، خاصة أن بداية الحديث أو الدفع باتجاه الدستور حدث ربما في مؤتمر سوتشي الروسي، لكن لا تشكل الأمم المتحدة الآن المرجعية للجنة الدستورية وعملها؟ لا أبدا لا تشكل المرجعية. يعني هناك محاولة مشاركة دبلوماسية من الأمم المتحدة عبر مندوب الأمين العام، لكن هذا ليس له علاقة بالنصوص المرجعية. النصوص المرجعية واضحة، العملية السياسية في جنيف هي عملية تفاوضية بين وفدين وفق مرجعية القرار 2254 المستند بشكل أساسي على 2118. طيب. والمتضمن بيان جنيف 1 لعام 2012. طب إذن هذا كان استعراضا لتحفظات الكثير من القانونيين والمراقبين حول موضوع اللجنة الدستورية. أستاذ بشار، للجنة وأعضائها رأي آخر في هذا الحديث الذي استعرضناه. مساء الخير لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. بغض النظر كوني عضو في اللجنة الدستورية، أنا لقي لي رأي آخر. أي دستور يكتب نتيجة إما لثورة تنتصر وتضع دستورها الجديد، أو في الوضع الطبيعي أو الحياة الطبيعية ضمن الأطر القانونية التي يضمنها الدستور المراد تغييره أو كتابته. لكن قواعد التغيير السياسي في سوريا هي غير موجودة. حتى عندما غير المنظومة، يعني منظومة بشار الأسد، غيرت الدستور، غيرت كما تريد وبلجنة مؤسسة من طرفه، وتم الاستفتاء عليها وانتهى الموضوع. إذن هنا نحن نتحدث عن يعني أسس للتغيير، أساس سياسي. إما قوى سياسية تتفق من خلال منظومة قائمة دستورية ومن خلالها تتم تعديل أو يعني تشكيل دستور جديد، أو الدعوة لهيئة تأسيسية أو مؤتمر وطني تأسيسي. وهذا في الحالة القانونية ضمن دولة على الأقل في حد أدنى من ضمان يعني الحريات أو العمل السياسي. وفي الحالة السورية عندما خرجت الثورة السورية من حالة شعبية وطنية وتم مقابلتها بالإجرام يعني الإفراط في الإجرام، إلى أن وصلت إلى تدخل خارجي، وأصبحت كل الحديث عن يعني خيارات سورية يعني للأسف هو ضعيف، يعني أو على الأقل الفاعلية في الحل السياسي ضعيفة إلى حد ما. وصلنا إلى العملية السياسية والقرار 2254 الذي يعني كلياتنا كسوريين على الأقل يعني الذين يرون في التغيير هو حل لسوريا،
متفقين عليه، ومن ضمن مفردات القرار إصلاح دستوري أو يعني دستور جديد. ومن هذا أتت يعني ربما الاتفاق أو نقل الرغبة الروسية من خلال مؤتمر سوتشي في ذلك الحين من ديمستورا كمبعوث دولي إلى قبة الأمم المتحدة في جنيف، وأصبحت تحت رعاية الأمم المتحدة وضمنت إلى إضافة إلى القرار 2254 وال 2218. يعني كيف ترون في كل هذه العملية إفضاء إلى حل في سوريا بشكل أو بآخر، وقد جرى تجاوز المراحل التي تحدث عنها الدكتور حسام والأستاذ عيسى أيضا، وقد جرى حتى تجاوز إجراءات بناء الثقة حتى اليوم والتي لها علاقة بإيقاف إطلاق النار وإطلاق المعتقلين. تمام، أنا سأكمل سيدتي. على ما يبدو أنه علينا قراءة الحالة السياسية السورية بواقعية، وأنا بدأت بهذا الكلام وليس أدعي يعني إلى أو أدعو إلى يعني تجاوز القرار، ولكن هذا ما حصل، وتم اتفاق بين هيئة التفاوض كطرف عن المعارضة قوى الثورة والمعارضة والنظام على إنشاء الهيئة اللجنة الدستورية، هو يعتبر أول اتفاق سياسي بين المعارضة وقوى الثورة والنظام، وهذا تم تسجيله لدى الأمم المتحدة أفضت إلى اللجنة الدستورية. إذن نعود لنتحدث عن الحل السياسي. أي حل سياسي أو حتى الدستور هو عبارة عن اتفاق سياسي، أي عقد اجتماعي جديد لمجتمع جديد أو دولة جديدة بحاجة لاتفاق سياسي. يكتبه هذا الاتفاق أشخاص السياسي. غير منتخبين، ولا نعرف حتى الطريقة التي جرى اختيارهم بها. حسناً، ولا نعلم أي جهة من جهات سوريا أين وصلت في حال الحالة، ومن المستحيل في ظل هذه الظروف أن يتم هناك يعني انتخاب أو تحضير الهيئة السياسية. ضمن هذه الظروف يعني ربما يكون، أنا لا أتبنى هذا الإجراء كاملاً، ولكن أرى أنه من حق المشاهدين وحق الجميع أن يروا هناك يعني ماذا تعني أن يكون هناك لجنة دستورية أو هناك حل سياسي من مدخل يكون مدخله اللجنة الدستورية. طيب، إذن في ظل هذه الظروف يعني كنت أصلاً أنا أود منك هذا التوضيح لنا وللمشاهدين. أستاذ عيسى، يعني انطلاقاً مما تفضل به السيد بشار، يعني فعلا هناك سؤال، ماذا كان البديل، ماذا كان أمام المعارضة أن تقوم به غير أن تذهب بالاتجاه الذي ذهبت إليه الأمم المتحدة؟ هناك تداعي من الأداء أوصل تمثيلات المعارضة إلى هنا. اللجنة الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور وصلت إلى هنا بعد تبنيها الفهم الروسي لمرجعية جنيف، حيث صرح رئيس وفد المعارضة في سوتشي حينها بأنه يفوض الجانب التركي بالتفاوض مع الروس، وبالتالي وضع أوراق المعارضة جميعا بيد الروس والأتراك كما وضع النظام أوراقه بيد روسيا. روسيا كانت مؤتمنة جيدا على تداعيات وأفكار النظام. من جهة المعارضة انتهى أي دور مؤثر لها، وبالتالي أصبحت هي تشتغل بمعزل أيضا مرة أخرى عن النية الطيبة من عدمه، تشتغل ضمن المساحة المتروكة لروسيا، والمتروكة لروسيا أيضا بدورها من الأمريكان والغرب وإسرائيل الحاضر الأكبر، الحاضر والغائب الأكبر. يعني إذا حتى لو انبثقت يعني مفاعيل للحل السياسي كما تفضل الأستاذ بشار، فهي ستكون ضمن الرؤية الروسية، لم يعد بالإمكان الخروج عنها. كان هناك نقاط ولا زالت نقاط مهمة يجب الانطلاق منها، هو ما نص عليه في مستند مرجعية جنيف من البيئة الآمنة، البيئة المحايدة والآمنة. هذا المنطلق الموضوعي لتأسيس عملية دستورية، فلا يمكن إنشاء عملية دستورية أو تعديل دستوري إلا من خلال بيئة آمنة محايدة، وهي النقطة الجوهرية في مرجعية جنيف، لأن مرجعية جنيف حمالة أوجه وليس فيها أي بند يحدد موقع الأطراف ولا مصير الأسد الأبن. وبالتالي عندما ذهبنا إلى مرجعية سوتشي لم يعد هناك مفهوم البيئة الآمنة المحايدة الذي هو شرط أساس في بناء الدستور، وأيضا لم يعد هناك حديث عن مرجعية جنيف بهذا الفهم الموجود في النص بجهة أيضا محاكمة جنيف الحرب. وبالتالي أصبحنا هنا أمام تسوية سياسية يتم الدخول إليها من مدخل قانوني ملتبس، في حين كان الأصل هو تسوية سياسية عبر مرجعية جنيف، ومن ثم لاحقا يتم
عبر البيئة الآمنة والمحايدة إجراء التعديل الدستوري. طيب، يعني هناك أحد الطروح الذي يطرحه بعض أعضاء اللجنة الدستورية في هذا السياق، بأنه أي استفتاء سيجري على هذا الدستور الذي يتم إعداده الآن سيفضي بالضرورة إلى فكرة البيئة الآمنة والمحايدة التي لا يمكن إجراء الاستفتاء إلا فيها. بداية، حتى موضوع الوثيقة الموقعة المزعومة الموقعة الموجودة في الأمم المتحدة بين النظام والمعارضة، تمثيلات المعارضة، وأيضا الكلمتين بين قوسين معارضة ونظام، لم يعلن عنها ولا نعرف ماهيتها، خاصة أن الأسد الأبن باعتبار رأس السلطة التنفيذية صرح بشكل رسمي بهذه الصفة بأن الوفد القادم لدمشق هو وفد من مناخ الحكومة ولا يمثل الحكومة، وبالتالي نحن هنا أمام نقاش فكري فقهي بين أطراف، بعضهم يمتلك خبرة قانونية وبعضهم لا يمتلك، يعبون الوقت باتجاه هدف غير معلن، وبالتالي نحن لسنا أمام عملية نقاش قانوني ملزم لأطرافه. وبالتالي الحديث بهذا السياق وبهذه الطريقة أمر مغلوط، يتخذ من الواقعية الطريقة لتبرير ما يقوم هو به. من حيث المبدأ ليس ملزما أستاذ عيسى، لكن من حيث النتيجة، ماذا لو فرض أمميا عبر مجلس الأمن على سبيل المثال، وهذا احتمال وارد؟ هذا شأن آخر، هذا شأن آخر. يمكن يفرض أي أمر حاليا بتوافق الدول الكبرى الدائم التضوية في مجلس الأمن، هذا شأن آخر، سواء كان عملية دستورية أو غيره. نحن نتحدث عن سياق يعتبر مرجعيته القانونية ومدخله القانوني هو مرجعية جنيف. طيب، بهذا السياق لا يمكن أبدا فهم ما يجري الآن أنه ضمن سياق مرجع جنيف، يمكن فهمه بأنه نوع من النقاش الفكري غير ملزم لأطرافه وغير مؤدي نتيجة. أما في حال تم فرض صيغة ما وفرضها على مجلس الأمن، فيكون المرجعية هنا توافق الدول دائمة العضوية وليس مرجعية جنيف وليس أيضا لجنة دستورية. طيب، وبالتالي يمكن استخدامها كغطاء لإجراء من مجلس الأمن وليس كمؤسس، إجراء مؤسس يمكن اتخاذ إجراء له في مجلسنا. وهنا يعني فرق كبير بيننا. هنا يعني أجبتني عن نقطة قيمة أي نقاش دستوري أصلا قبل الوصول إلى حل سياسي. دكتور حسام، أثرت منذ قليل نقطة تتعلق بموضوع الاستفتاء. من أين تأتي شرعية الدستور بشكل عام؟ ممن يصوغه وقد انتخب، أم يمكن شرعنته فقط عبر الاستفتاء وموافقة الناس عليه، أم من شرعية المرحلة الانتقالية بكاملها؟ من كل ذلك معا، يعني شرعية الدستور تأتي من عملية كتابته، من عملية كتابة المشروع الأول له، قبل ذلك من عملية انتخاب أعضاء الجمعية الدستورية التأسيسية أو الجمعية التأسيسية الأصلية التي هي مفوضة بكتابة الدستور. تأتي أيضا شرعيته من المرحلة، يعني مجمل الظروف المحيطة بكتابة الدستور، شفافية، حريات، البيئة الآمنة الحيادية التي تحدث عنها القرار هي الأساس، لأن هذه العملية لن تنتج شيئا يعني مغايرا لما اعتاد عليه السوريين في دساتيرهم السابقة إلا عبر هذه البيئة المنفتحة الحيادية الآمنة التي فيها الحريات. ومن ثم عندما يكون لدينا منتج مع جميع هذه الضوابط قد احترمت، يعني يأتي دور الاستفتاء. الاستفتاء بحد ذاته لا يكفي، هي عملية مستمرة، خطوات دستورية، يعني بروسيس، خطوة تلو الخطوة، ابتداء من الاتفاق السياسي، بيئة آمنة حيادية، ومن ثم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وقبل ذلك حتى إقرار بعض القوانين المؤقتة، منها قانون الانتخاب الأعضاء الجمعية التأسيسية، ومن ثم عملية كتاب دستور بشكل منفتح وشفاف، ومن ثم إنتاج المشروع وعرضه على الاستفتاء. كل ذلك يعطي شرعية للدستور، دون هذه الخطوات لا يمكن ذلك. يعني في الحالة السورية الراهنة كما نعلم، يجب أن يعني ننظر إلى جميع الأبعاد. الوضع السياسي غير مؤاتي، حتى لو كانت يعني الأمور أفضل من هيك، الوضع السياسي غير مؤاتي أبدا لعملية كتابة الدستور في شكل انتصار النظام أو ظن النظام بأنه منتصر عسكريا ودعم الروسي الكبير وما يحدث من محاولات التطبيع. فإنتاج الدستور في هذه الحالة لن يأتي بخير أبدا، لا لقوى الثورة والمعارضة ولا لسوريا التي وصلت إلى هذه المرحلة الصعبة. طيب أستاذ بشار، يعني أين وصلتم؟ يعني نحن ننتظر بعد أيام قليلة خلال هذا الشهر الجولة السادسة للجنة الدستورية، إلى أين وصلتم في هذه الأعمال؟
سيدتي هل تسمحي لي في التعقيب قليلا على موضوع الشرعية؟ لكن بعجالة لو سمحت حتى نستطيع استيفاء الأفكار كلها. طبعا طبعا، في مثل هذه الظروف مرت العديد من الدول وتم كتابة الدساتير ضمن تدخل دولي، ومنها اليابان ومنها ألمانيا ومنها على الأقل 3 دساتير في سوريا خلال الانتداب. أين وصلنا؟ كما يعلم الجميع يعني الفاعلية السورية في الحل السياسي هي مرتهنة. ضمن هذه المنظومة الدولية يجب أن تكون فيها على ما يبدو ضمن هذه اللاشرعية، وهي غير يعني إلى حد ما غير عادلة. فإن لم يكن هناك توافق دولي ودفع باتجاه توافق سوري لن يكون هناك شيء. فأين وصلنا؟ لم نصل إلى أي شيء. الكل يعلم أن هذه الجولات الستة الخمسة التي مضت هي عبارة عن كان هناك تعطيل، وهناك عبارة عن حديث عام، وعن يعني المقبل في هذه الجولة أنه تم إلى حد ما التوافق على منهج يسير عليه هذه اللجنة أو اللجنة المصغرة. أما لا أحد، لا أتوقع لا أنا ولا السادة الضيوف ولا المشاهدين، إن لم يكن هناك ضغط دولي لن يكون حل سياسي. ومرجعية جنيف والقرار 2254 هناك قوة تفرضه وليس السوريين للأسف. نحن إلى حد ما يعني إلى صفر في الفاعلية السورية. ربما التدخل الدولي جعلنا، لكن يعني هي مداولات اللجنة نفسها ماذا ناقشت إلى حد اليوم؟ يعني نحن عندما نتحدث عن دستور نتحدث يعني ننتظر أن يعطينا هذا الدستور يرسم شكلا للدولة، يتحدث عن هوية هذه الدولة. هل ناقشت هذه الأمور؟ تمام. هل الجولات الماضية وخاصة الجولة الأخيرة وقبل الأخيرة الخامسة والرابعة تم النقاش عن المبادئ الوطنية، وهي إلى حد ما يعني تصب في المبادئ الأساسية، وكان هناك من الطبيعي أن يتم المماطلة من قبل النظام، وهناك طرف الثورة والمعارضة كان يركز على هوية سوريا وعلى التعددية فيها والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن لم يفضي هذا النقاش إلى شيء، لأن الطرف النظام كان يسعى فقط للتعطيل. ولا نأمل كثيرا في هذه الجولة، ولكن ليس من الحكمة ترك هذا الميدان الحل السياسي إلى أن يبدو هناك شيء أو تغير دولي ما يمكن المراهنة عليه. إذن يعني إذا كل ما تم نقاشه حتى اليوم يعني هوية أو غيرها كما انخرط من القبل بهيئة التفاوض أو بمسارات أخرى، نحن يعني السوريين ليس لهم خيار، ليس لهم ترف يعني ترك هذه الساحة السياسية. طب يعني فتحت لي بابا لسؤال آخر أستاذ عيسى. عندما كتبت الدساتير السورية في التاريخ الحديث كان هناك تيارات واضحة، يعني نتحدث عن تيار محافظ، عن تيار ليبرالي، تيارات وسطية أحيانا. اليوم حتى هذه يعني الثنائيات التقليدية الموجودة في المجتمع السوري، سني علوي، مسلم مسيحي، ليبرالي علماني أو إسلامي، يعني أضيف عليها المزيد من الانقسامات، أصبح هناك مؤيد ومعارض وداخل وخارج. كيف يمكن وسط كل هذا أن نصل إلى عقد اجتماعي أو إجماع مجتمعي يفضي إلى دستور، سواء عن طريق هذه اللجنة أو عن طريق لجنة أخرى؟ بداية يجب النظر إلى التجارب الدستورية التي تمت سابقا ب 1950 أو في ظل الانتداب الفرنسي أو حتى في 1918 في ظل الحكومة العربية في دمشق، بأنها الممكن والمتاح، وكانت خطوات على ضرب من النضوج المجتمعي والنضوج في عملية العقد الاجتماعي، وبالتالي لا يجوز أن نحملها أكثر مما تحتمل. لاحقا تم اختزال كامل السلطات بشخص رأس الدولة، وبالتالي نحن أصبحنا أمام اختزال القوى المجتمعية بشخص واحد يملك الصلاحية وليس عليه مسؤولية. بموجب الدستور السوري الحالي المسؤولية تقع على رئيس الجمهورية نتيجة فعله في الجرم في حالة محددة فقط لغويا، الخيانة العظمى، وليس لها أي تحديد واقعي بموجب القانون. وبالتالي نحن أمام منصب يملك صاحبه كامل الصلاحية ولا يتحمل أي مسؤولية. فصل الدستور كله، دستور 73 على مقاسه. فبالتالي نحن أمام اختزال كامل للولاية المجتمعية. إضافة لذلك دخلنا في مفاهيم حديثة قائمة على الفهم التفاضلي، مثلا مفهوم الشرعية أصبح مفهوم تفاضلي وليس مفهوم فقهي قانوني، فمثلا يستخدم وكأنه نوع من الإيديولوجيا واللغة والأدب والدين.
في حين هو تعبير قانوني أي انبثاقه عن سلطة المجتمع، باعتبار السلطة يجب أن تكون منبثقة عن المجتمع، انبثاق عن المجتمع هو الذي يعطيها الشرعية القانونية، بالتالي يعطيها التمثيل القانوني. ما جرى الآن نحن أمام سلطة قائمة على التوريث، منبثق هذا التوريث عن انقلاب، وبالتالي حاليا يتم احتلال السلطة عبر التوريث القائم على الانقلاب، وبالتالي نحن أصبحنا جميعا أمام مأزق متعلق بكيفية الحصول على الشرعية بمعنى القانوني. هناك إمكانية للمبتدأ هو الشرعية الناتجة عن التوافق الضمني والمضمر أو غير المعلن أو المعلن سمية بين كل الأطراف بمرجعية جنيف، التي جعلت هناك إمكانية لأن يكون هناك بيئة آمنة محايدة كان يمكن تشكل نوع من الشرعية. وبالتالي الحديث عن عدم وجود شرعية أو أن السوريين ليس لهم دور حديث له ظاهر محق ولكن باطنه غير محق بالمطلق. هذا يعني ربما في سياق رد على جزء مما تفضل به الأستاذ بشار. يعني أود أيضا التركيز هنا على نقطة، هل من السهل الوصول إلى توافق وسط ما نتحدث عنه من وضع السوريين على المبادئ العامة للدستور والمبادئ الناظمة للدولة؟ لنقل الدكتور مهدي مبروك على سبيل المثال يقول عن دول الربيع العربي بأن نقاشات الدستور عكست انشقاقات أكثر من الاستبداد نفسه، ما يشق مجتمعاتنا ليس الحرية والحقوق فحسب بل العلاقات مع المحيط ومنزلة الدين وهوية الدولة والمجتمع. هناك جانبين، جانب موضوعي متعلق بطبيعة المجتمع السوري وهو طبيعة قائمة على ثقافة مختلفة عن السردية التي تعتمدها المفاهيم الحديثة في علم الاجتماع من باب الدستور والعقد الاجتماعي وغيره. السردية تعتمد على مفهوم الحق والواجب الأخلاقي وهو مفهوم حمال أوجه ملتبس لكل شخص رؤيته ومقياسه لهذا الواجب والحق الأخلاقي، في حين مفهوم الحق والواجب بالمعنى الدستوري والقانوني هو مفهوم آخر متعلق بثقافة أخرى. وبالتالي هذه الإشكالية الموضوعية الموجودة في مجتمعنا السوري. وهناك إشكالية أخرى متعلقة بالصلاحيات الكاملة بيد شخص واحد، ومن جهة مقابلة الراغبين بالتغيير ليس لديهم تمثيل ويمارسون نفس الدور ولديهم نفس النزعة في تملك كامل السلطات. فنحن أمام جانبين، جانب موضوعي متعلق ببنية مجتمع الذي يعتمد سردية ثقافية ليس نتاجها ما يجري في علم الاجتماع الحديث من دستور وقوانين، وأيضا أمام جانب شخصي متعلق ببنية شخصيات داخل تمثيلات معارضة وشخص رأس النظام نتحدث عنه ليس باعتباره شخصا لكن باعتباره يملك كامل الصلاحية، كامل الصلاحية بمعنى المطلق والإلهي للكلمة. واضح أستاذ عيسى. دكتور حسام، أود أن أذهب معك في فكرة نظرية قليلا. في ورقة لمركز حرمون جرى الحديث عن أهمية أن يكون هناك مبادئ دستورية، لا يتحدث السوريين عن دستور فحسب. ما مدى شرعية هذه المبادئ ودستوريتها؟ تقصدي مبادئ فوق دستورية؟ نعم، صحيح؟ مبادئ فوق دستورية. نعم، هلا جرى الحديث كثيرا عن هذا الأمر يعني، بس أنا حابب أعقب قليلا على موضوع العقد الاجتماعي. تفضل. بجملتين، تاريخيا أتصور بأن سوريا لم يكن هناك يعني لم يكن ثمة عقد اجتماعي تم التوصل إليه عبر يعني الطريقة المثلى وهو حوارات عميقة مجتمعية تؤدي إلى تفاهمات، كان هناك تعايش اجتماعي سلمي تاريخي بتفاهمات ضمنية. لذلك يعني المخاض الحالي أو المخاضات القادمة لإنتاج دستور طبيعي أن يكون هناك انقسامات وأفكار مختلفة وحوارات فيها بعض التضاد وبعض الاختلافات. بالنسبة للمبادئ فوق الدستورية هي جزء من هذا من هذه الأفكار. أنا بالنسبة لي لا أرى وجودا لمبادئ فوق الدستورية، هناك خلط في هذا الأمر إلى حد كبير. هناك بعض المواد في دساتير كثير من الدول محصنة ضد التغيير، إما تحصين موضوعي أو وقتي بمعنى لا يمكن تغييرها إلا بعد فترة زمنية من إقرار الدستور، أو لا يمكن تغييرها بالمرة مثل طبيعة النظام الحاكم أن يكون جمهوريا مثلا في فرنسا وأفكار أخرى. لكن الوصول إلى هذه المواد المحصنة ضد التغيير يجب أن يكون بعملية دستورية متكاملة وليس قبل ذلك. أما يعني ما يطرح على الساحة السورية من ورقة حرمون شاركت في بدايتها وغيرها،
بأن يجب أن نتوصل إلى سلسلة من المبادئ والقواعد التي لا يمكن تغييرها حتى في الدستور القادم. هناك مفهوم آخر وهو مفهوم هام، أن الحقوق العامة يعني وثائق تتضمن أساسيات حقوق الإنسان يمكن تضمينها بوثائق ملحقة بالدساتير مثل كثير من دساتير العالم تاريخيا. هذا أمر جيد، مع العلم بأن هذه الوثيقة هي جزء من الدستور وهي وثيقة دستورية بالنتيجة. هناك قيمة قد تكون قيمة يعني كبيرة أدبية لها، لأنها تستند إلى حقوق الإنسان وهي جزء من القانون الدولي حاليا لحقوق الإنسان، وجزء من جزء كبير منها من العرف الذي استقرت عليه ضمير العالمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. لكن اعتبار مواد معينة أو أفكار معينة بأنها فوق الدستور ولا يمكن تغييرها وبعملية غير دستورية هي مفهوم، هذا مفهوم إشكالي تماما. يعني كيف نسمح حتى بلحظة تاريخية معينة لمجموعة من السوريين أن يدعوا بأنهم أنتجوا وثيقة لا يمكن تعديلها عبر سلطة منتخبة لجمعية تأسيسية تملك حق كتابة الدستور؟ هناك يعني خلل يعني برأيك أن هذا، طبعا هناك نقاشات كثيرة حول هذا الأمر، أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى في حال النزاعات الأهلية ربما، يعني كما يحدث في سوريا من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع، وسوى ذلك من المبادئ التي يجب احترامها وعدم تغييرها من أي مشرع آخر. أتصور أن الوصول إلى وثائق تتضمن كثير من المبادئ العامة الناظمة وأساس حقوق الإنسان، يعني هذا أهم ما يمكن أن يتوصل إليه، واحترام حق الأقليات، وهذا ضمن وثائق يتم التوصل إليها عبر حوارات مجتمعية وأكاديمية. هذه الوثائق يعني لها قيمة أدبية عالية، هذا أمر محمود لا شك في ذلك. لكن اعتبارها بأن وثائق فوق دستورية وأن لها قيمة أعلى من الدستور القادم، هذا يعني هذا أمر إشكالي تماما. يعني هو إذا جرى الحديث عن مبادئ كهذه، يعني ما المقترحات المتعلقة بالحالة السورية؟ يعني في الحالة السورية إذا أراد السوريون وضع مبادئ كهذه عن ماذا تتحدث؟ يعني تفضلت بالحديث عن أنها متعلقة بحقوق الإنسان، لكن كنت أود تفصيلا صغيرا في هذا السياق. هلأ هناك اتجاهات في هذا الأمر، يعني بعض الناشطين وبعض السياسيين يحاولون جر هذا الجانب إلى مبادئ معينة، جزء منها يتعلق بشكل الدورة من حيث الفيدرالية والمركزية. يريدون أن يعني كل جانب يرى توجه معين، هذا يريد مركزية لا إدارية فقط، أو لا مركزية إدارية عفوا، جانب آخر يصر على لا مركزية سياسية وما شابه. أمر آخر موضوع حقوق يعني المكونات المجتمع السوري الثقافية واللغوية والسياسية، أيضا هناك إشكال حول ذلك. يعني البعض يريد أن يضمن هذا الوثائق جزء من هذا 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 السرد، أو هذا يعني هذا نوع من المبادئ كما يراه هو. هناك نقاش يعني كثيف حول هذا الأمر. أنا أرى المشتركات في هذا هو ما يتعلق في الجانب الحقوقي العام، يعني العهد الأول والعهد الثاني، عم نحكي على القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كثير من الحقوق العامة التي ممكن الاتفاق على معظمها كجزء من المشتركات بمبادئ، يعني وثيقة مبادئ حقوقية، مبادئ لا ما بسميها فوق دستورية، بسميها وثيقة حقوقية أو وثيقة حقوق الإنسان، كافية لتكون مرشدا للجمعية التأسيسية القادمة التي سوف تجتمع بعد، يعني إن شاء الله بعد ما يكون عندنا بيئة آمنة وتم انتخابها بشكل صحيح لتمثل رغبة الشعب السوري. يعني هناك هاجس لدى البعض بأن مفهوم الأغلبية والأقلية التي سوف تعكسه هذه اللجنة أو عفوا هذه الجمعية التأسيسية سوف قد يفتئت على حقوق بعض المكونات، لأنها لن تكون ممثلة، وسوف يكون هناك عند كتابة يعني مسودة الدستور، مشروع الدستور، سوف يكون هناك تصويت، وبالتالي سوف تكون هي المغلوبة. هذا يعني أمر القلق فيه مشروع، لكن معالجته بهذه الطريقة بفرض وثيقة نسميها فوق دستورية أو مبادئ فوق دستورية يزيد المشكلة ولا يحل. الحل في الانفتاح والحوار المجتمعي الواسع، محاولة تأسيس يعني تفاهمات مشتركة قبل الوصول إلى مرحلة كتابة الدستور. طيب أستاذ بشار، ما تعملون عليه الآن؟ كيف يمكن تحويله إلى واقع؟ هل يعني طرح هذا النقاش أو هل جرى التفكير بهذا الموضوع؟ كيف يمكن يعني الذهاب على الأقل إلى استفتاء للدستور بالوضع الحالي؟ سيدتي،
لم يكن يعني هناك أي شيء. أول شيء بالنسبة لموضوع مبادئ فوق دستورية أو مبادئ غير قابلة للتعديل، لم يتم طرح هكذا نقاش. الفكرة التي ذهبنا إليها بالنسبة للجنة الحالية، يعني كنا نحاول أن نذهب يعني في نقاش الشؤون الدستورية نظريا قليلا. تمام. هلأ من حيث المبدأ، يتفق الاتفاق السياسي هو من يصنع شكل وصورة الدستور المستقبلي. فإذا كان بوضع طبيعي وتم وضع مبادئ فوق دستورية أو مشتركات يعني غير قابلة للتعديل على الأقل مؤقتا كما تفضل الدكتور حسام، فهذا يعني من المنطق. أما ما نعمل عليه، نحن ذهبنا باتجاه أن هذا الحل أو هذا المقترح الدولي الذي تم التوافق عليه قد يكون مدخلا لحلا سياسيا، ومن الجيد أن تنتقل إلى مرحلة انتقالية إما من خلال إعلان دستوري أو دستور مؤقت أو دستور يتم التوافق عليه والتصويت عليه لاحقا. فنحن نعلم أن هذه الحالة التي رافقت تشكيل اللجنة الدستورية وصياغتها والذهاب إليها من خلال هذه الظروف وهذا التدخل الدولي إلى حد ما يعني غير مقبول، ولكن هو المتاح حاليا. الذي يتم النقاش عليه أو على الأقل في مجموعة قوى الثورة، نتحدث عن يعني الحفاظ على سوريا وسيادتها كدولة، يعني حقوق الإنسان، إلغاء الصلاحيات شبه الإلهية للرئيس الحالي، فصل السلطات، إنشاء محكمة دستورية تراقب دستوريتها. هل يمكن ولا نقاش تعين صلاحيات الرئيس الجمهورية بانفتاح مع الوفد الآخر؟ هذا المواضيع لم يتم النقاش بالعمق تماما، ولكن يتم طرح مبادئ عامة منها الفصل بين السلطات وإلغاء يعني الاحتكار أو السلطة بتعيين مجلس القضاء. طيب. الأعلى، رئيس تعيين قضاة مجلس الدستوري، هذا تم حداثه حتى في الجلسة العامة الأولى والثانية، ولكن حتى الآن كما الجميع يعلم هي عبارة عن نقاشات عامة ولم يتم أي توافق فيها. يعني بالحديث عن التطبيق أستاذ عيسى، من يحمي الدستور وما الضمان لتطبيقه؟ يعني خاصة بعد التخوفات التي قد يعني تخرج ربما في ذهن كل عربي بعد ما حدث في تونس على الأقل. لا ضمان في ظل الثقافة السائدة للحفاظ على أي دستور مهما كان جيدا، لأن الدستور القائم أو الدستور اللاحق إذا أكملنا بهذا الطريق سيكون ناتج عن بنية فوقية ليس لها مستند في القوى المجتمعية، وبالتالي لن يكون هناك دفاع عنه، سيكون هناك تهرب منه، خاصة فيما ذكرت سابقا لجهة أن هناك منطق الفهم للحق والواجب الأخلاقي وليس القانوني، وهناك شتان بين الفهمين الحق والواجب الأخلاقي حمال وجه في حين الحق والواجب القانوني واضح محدد بموجب مواد. والثقافة الخاصة بالسوريين ثقافة تعتمد الحق والواجب الأخلاقي لا تعتمد الجانب القانوني، وبالتالي نحن أمام تسوية في حال أتممنا هذا الموضوع بهذا السياق، تسوية فوقية سيتم الحفاظ عليها طالما هناك من لديه رغبة بهذه التسوية أن تبقى. ما يجري الآن أنا باعتقادي حتى يذهب في الاتجاه الصحيح يجب أن يكون من خلال اعتماد وثيقة موقعة من الطرفين معلنة للشعب السوري، محددة التفاصيل بمعنى أن يكون هناك جدول أعمال محدد حول النقاط المطروحة، يناقش أيضا المسائل التي تعرف بين قوسين فوق دستورية، لا يوجد في الفقه الدستوري شيء اسمه فوق دستورية، فقط هو تعبير مقصود فيه الإضاءة على أكثر المواد أهمية في ظرف من الظروف، وباعتقادي هذا هو المعني بالفكرة حاليا، وليس المعني بها أن يكون هناك استحواذ على رأي الناس ومصادر له قبل وقوعه. إذن خلق جدية بالالتزام بين الأطراف يجعل هناك قوى مجتمعية نفسها يمكن أن تكون لاحقا حامية أو عاملة على عدم تغيير الدستور ووضعه دائما بسياق التنفيذ الصحيح. وهنا أشير نقطة غاية في الأهمية، المبادئ فوق الدستورية بين قوسين وهي مبادئ الدستورية، أعيد وأكرر، يجب التركيز على مسائل متعلقة بالبنية الدستورية بمعنى فصل السلطات وشكل الدولة والمحكمة الدستورية
وعدم جواز الخلط بين الصلاحيات حتى لا نؤسس لاحقا لحكم يتخذ من المفاهيم الدستورية بين قوسين وسيلة لإلغاء الدستور. وأيضا يجب التمييز حتى نكون بطريق محاصصة طائفية، يجب التمييز بين الحق والواجب باعتباره حق للفرد كونه فرد وليس عضو في جماعة، وبين الحقوق الثقافية الناتجة عن القوميات والإثنيات والأديان المتعلقة بالدين أو اللغة أو غيرها. هذا شأن وهذا شأن. دكتور حسام، هل كان للدساتير السورية مكانة في إحداث التغيير في تاريخ سوريا المعاصر؟ لا أبدا، يعني كما هو معروف بأن الدساتير كانت دائما تأتي، يعني في سوريا في معظم بلدان العالم الدساتير تأتي بعد عمليات التغيير، يعني بعد انقلاب، بعد عمليات تغيير مجتمعية توصل قوى معينة إلى واجهة السلطة يأتي هناك الدستور، لكن الدستور لم يكن هو المفعل لعملية التغيير أبدا. يعني بما في ذلك حتى دستور 1950 وهو دستور يعني الايكونيك الدستور الأيقوني السوري لم يكن هو الفاعل بعملية التغيير. أريد أن أعقب على موضوع يعني الرقابة على أو يعني ضمان تطبيق قواعد الدستورية. يعني هذا من أمر هام جدا. ضمانات عادة تطبيق قواعد الدستورية يكون لها وجهين، وجه قانوني ووجه واقعي. الوجه القانوني كما هو معروف موضوع الرقابة القضائية والرقابة يعني رقابة السلطات لبعض البعض، يعني كل قاعدة قانونية هناك مؤيدات جزائية لها، معظمها قد في حالة الدستورية إجرائية. ضمان تطبيق قواعد الدستورية في هذا الجانب مراقبة السلطات لبعضها البعض زائد الرقابة القضائية إما عبر المحكمة الدستورية أو عبر القضاء العادي بشكل الدفع الفرعي وما شابه. لكن الأهم من ذلك هو الرقابة الواقعية، يعني أن يكون لدينا مؤسسات مجتمع مدني قوية، مؤسسة على شكل بشكل صحيح وسليم تعكس إرادة شعبية، وأيضا يكون لدينا أحزاب سياسية شفافة وعملها السياسي ينطلق من القواعد الوطنية بأهداف وطنية، وأيضا الصحافة. كل هذه تشكل الضمانات الأساسية لمرحلة تطبيق الدستور. لعل ذلك قد يتاح للسوريين ربما يوما ما. أشكركم شكرا جزيلا، ضيوفي من الدوحة الأكاديمي والمحامي الدكتور حسام الحافظ، من ستوكهولم المحامي والخبير القانوني الأستاذ عيسى إبراهيم، ومن فيينا عضو اللجنة الدستورية السيد بشار الحاج علي. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. انتظرونا الأحد القادم في موضوع جديد. إلى اللقاء.